السلوي يصدمهم بطلبه شوسر مع قمرة أي شيء للمزيد من التفاصيل. البداية بهذا الفيديو مع قمرة تائي اللي تفاعلت بمجموعة من الاستوريات على الانستغرام وكمان على السناب شات، صرحت من خلالها ان اليوم راجعة لا تركيا. اليوم سافرة، الحمد لله نقعت من النوم اصلا. طيارتي تقريبا على 9، فأوردي لازم اطلع المطار من الساعة تقريبا 6 وهيج شيء، فلازم اسوي جنطتي هسا. مسوية الجنطة، نمت البارحة من وقت، فرح اسوي جنطتي وحطيت شيء نو ميك اب، ميك اب شيء ميك اب خفيف، لانه اصلا لما اوصل تركيا ما يكون باقي من شيء. نمر الى الفنان السلاوي اللي بدوره تفاعل على الانستغرام بمجموعه من الستوريات، صرح الفنان السلاوي من خلالها انه هو مترشح لجائزه نيكولوتيان وطلب من جمهوره صوته له. ويذكر ان والد السلاوي مؤخرا اعلن انه في خطوبه قريبه للفنان السلاوي. ننهي فقط الاخبار بستوريات لانولين محمد. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is